عن الاتحاد في خبر أيضا وصلنا. أكد مصدر رفيع في نادي الوداد البيضاوي المغربي لبرنامج الملعب قبل قليل في اتصال هاتفي قبل بداية البرنامج بأنه في طريقه وقت الاتصال طبعا إلى المطار لاستقبال وكيل أعمال الكونغولي فابريس أونداما للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات بخصوص انتقال اللاعب إلى نادي الاتحاد السعودي. المصدر أكد بأن المفاوضات كانت قد توقفت نوعا ما سابقا بسبب مطالبات اللاعب المالية حسب طلب اللاعب، حيث أنه طلب زيادة نصيبه في الصفقة. المصدر أكد بأن النادي المغربي لديه رغبة كاملة في انتقال اللاعب والاستفادة من قيمة الصفقة المقدمة من نادي الاتحاد، وأنه سيحاول الاتفاق حول زيادة المبلغ المتفق عليه الذي هو من نصيب اللاعب في حدود بحيث لا يتجاوز أو بحيث لا يضر ذلك بمصلحة النادي المغربي، وفي حال تم الاتفاق سوف يتم توقيع العقد النهائي يوم الأحد القادم، وهو الموعد المحدد الأخير من قبل إدارة نادي الاتحاد للوداد البيضاوي المغربي. هذه المفاوضات الطويلة لهذا اللاعب بالرغم من أنه ظهرت صورة سابقة لتوقيع اللاعب، ولكن المصدر المغربي أكد بأنه لم يتم حتى الآن التوقيع، وأن الاختلاف من قبل اللاعب حول نصيبه من الصفقة، أنه رفض النصيب الموضوع له من قبل إدارة النادي المغربي.